إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن العبادة في الإسلام هي وظيفة الحياة. يقول ربنا جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وفي كثير من آيات الكتاب العزيز يبين ربنا جلت قدرته أن العباد الذين يعبدون الله رب العالمين هم من المتقين وهم من المحسنين. فيبين ربنا جلت قدرته في صفة المحسنين أنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. ففي كثير من آيات كتاب ربنا جلت قدرته يبين شأن العبادة، حتى إن الله رب العالمين سبحانه ليأمرنا أن نسبحه سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار تسبيحا كثيرا. فيأمرنا ربنا جلت قدرته بذلك، مع أنه لم يأمرنا بالإكثار من شيء يتعلق بمتاع الحياة الدنيا وزينتها، ولكن الله رب العالمين يأمرنا بالإكثار من تسبيحه وتنزيهه وتحميده. الله ربنا جلت قدرته يأمر بذلك في محكم التنزيل، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوضح ذلك في كثير من الأحاديث الصريحة الصحيحة. فيسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه فيقول: تدرون ما يمحو الله رب العالمين به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الذي يمحو الله رب العالمين به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوضح لنا ذلك توضيحا شافيا كافيا في كثير من الأحاديث التي صحت عنه وصرحت بهذا الأمر الجلل، أن العبادة هي وظيفة الحياة، وأن الله رب العالمين لم يخلقنا إلا من أجل أن نعبده، فليس لنا أن نقدم وظيفة أخرى على هذه الوظيفة التي خلقنا الله لأجلها،
بل كل الوظائف ينبغي أن تكون تابعة في خدمة الوظيفة الأساسية التي خلقنا الله رب العالمين لأجلها ولأجلها وحدها. حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي وهو حديث صحيح أنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلان أحدهما يحترف أن يتكسب من عمله ومن كسب يده والآخر يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعوله ذلكم المحترف. فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له وما يدريك لعلك ترزق به. وليست هذه دعوة للبطالة والكسل والعيش عيلة على الآخرين من المخاليق المهازيل الضعاف، وإنما فيها رد الأمر من الشطط الذي يذهب إليه كثير من الناس بتقديم وظائف الحياة الدنيا على الوظيفة الأساسية التي خلق الله الناس لأجلها، من أجل أن يعبدوه موحدين ربهم تبارك وتعالى حق التوحيد وعائدين لله رب العالمين حق العود، ومسلمين القلوب والوجوه والضمائر والأجساد والأشباح مع الأرواح لله رب العالمين حق التسليم. فذلكم الذي خلق الله رب العالمين الخلق لأجله وأنشأ الحياة بسببه، ما خلق الله رب العالمين الخلق إلا لعبادته، فالعبادة هي وظيفة الحياة. والله رب العالمين أرسل الأنبياء والمرسلين إلى أممهم حتى جاء النبي الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم للناس جميعا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أرسل الله رب العالمين الأنبياء والمرسلين ليصرفوا وجوه الناس لله وقلوب الخلق لله رب العالمين لربهم وحده، حتى يعودوا لله رب العالمين جملة بكليتهم من غير تشريك ولا تبعيض ولا تفريط. وما كان لنبي أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالله رب العالمين يبين لنا في هذه الآية الجليلة العظيمة أن الله رب العالمين ما كان ليؤتي بشرا من الأنبياء والمرسلين الكتاب فينزل عليه كتابا، والحكم أن يبين له سر ما أنزل إليه ويفقهه فيه، والنبوة أن يكرمه الله رب العالمين بهذا المقام الجليل العظيم الذي لا يدانيه مقام. ما كان الله رب العالمين ليؤتي إنسانا الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول بعد ذلك للناس كونوا عبيدا لي من دون الله وكونوا عبادا تعبدونني من دون الله رب العالمين، ولكن من أجل أن يصرفهم لعبادة الله رب العالمين وحده، لأن العبادة هي وظيفة الحياة. ولكن كونوا ربانيين، والربانيون جمع رباني، والرباني هو المنسوب إلى الرب من كثرة عبادته لربه وذكره له وإقباله عليه، أو هي مشتقة من الرباني لأنه هو الذي يرب الناس ويرعى أمورهم وينظر في أحوالهم ويصرف شؤونهم. ولكن كونوا ربانيين، ويقول العلماء كما بين ابن عباس فيما رواه البخاري رحمة الله عليه في صحيحه، الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ويقول ابن الأعرابي إذا كان الرجل عالما متعلما معلما عاملا فهو رباني،
فإذا تخلف من هذه الشروط شرط فليس برباني، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالله رب العالمين إنما أنزل الكتب ونبأ الأنبياء وأرسل الرسل لهذه الغاية العظيمة، بصرف الناس لعبادته تعالى وحده، لأن العبادة هي وظيفة الحياة. فإذا صرف الإنسان وجهه لغير ما خلقه الله رب العالمين له، وإذا غلب الإنسان أمرا من أمور الحياة على الوظيفة الأساسية التي خلقه الله رب العالمين لأجلها، فقد أساء وتعدى وظلم. فاللهم سلم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. عباد الله، إن قانونا من القوانين العظيمة في هذا الدين أن الله رب العالمين لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فهذا قانون كلي عام لا يتخلف في حال أمة ولا في حال فرد من الأمم على الإطلاق، وإنما يصيب الناس ما يصيبهم من أمور الحياة التي لا يرضونها ولا يحبونها بما كسبت أيديهم واجترحت قلوبهم. والله رب العالمين يبين لنا ذلك في محكم التنزيل، أنه ما من أحد تصيبه مصيبة وإن قلت ولا تلم به نازلة وإن دقت إلا بما كسبت يداه، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فما أصابكم من مصيبة على إطلاق مصيبة صغيرة أو كبيرة، حتى المصباح يطفأ في الليلة المظلمة المتلهمة، وحتى الشوكة تصيب الرجل، وحتى الهم والحزن، كل ذلك من أمور المصائب التي لا يرضاها الإنسان ولا يحبها في الحياة، كل ذلك بما كسبت الأيدي واجترحت القلوب. وما يعفو عنه ربنا جلت قدرته فكثير، لأن الله رب العالمين لو آخذنا بكل ما اجترحنا من الآثام ما أبقى على ظهر الأرض من داب، ولكنه هو الودود اللطيف الشكور. فاللهم سلم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. هذا القانون الكلي العام أن الله رب العالمين لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم قانون عظيم ينبغي على المسلمين أن ينظروا فيه بعين الرعاية، وأن يقبلوا عليه إقبالا صحيحا، وأن يفتشوا في أحوالهم، وأن ينظروا إلى المصائب التي تنزل بهم أفرادا وبأمتهم ودولهم أمما وشعوبا على أن ذلك بما كسبت أيديهم. فالله رب العالمين سبحانه بين لنا أن أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما عصوا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحد أراهم الله رب العالمين ما يكرهون، بعد أن أراهم الله رب العالمين في بدء الأمر ما يحبون، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، سلط الله رب العالمين عليهم الفئة الباغية الكافرة المجرمة من كفار قريش، فساموهم الخسف، وحاش لله أن يحل خسف على أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنها سنة كونية أنه علينا أن ننظر في أحوالنا، وأن نفتش في ضمائرنا، وأن نبحث في طيات قلوبنا، من أجل أن نعلم أين يكمن الخلل في داخلة نفوسنا وفي سرائر ضمائرنا، حتى نعود إلى الله رب العالمين بالكلية، لأن الله رب العالمين قضى وهو العزيز الحكيم أن الله رب العالمين لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسط أصحابه في حنين، ينظر هؤلاء بعضهم إلى بعض فيقول قائلهم لن نغلب اليوم من قلة، فأعجبتهم كثرتهم، فما كان من أمرهم بعد ذلك إلا أن تخلفت عنهم الكثرة الكافرة،
وغلبت عليهم في بادئ الأمر القلة الخليلة المجرمة، ثم فاءوا إلى نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وثبتوا حوله، فأنزل الله رب العالمين نصره: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فالله رب العالمين يريد منا أن نرجع أحوالنا دائما إلى ما اكتسبت أيدينا وما اقترفت قلوبنا، ولا نلقي بالتبعة على أعدائنا، لأن هذا مخالف تمام المخالفة للتحليل القرآني للأحداث التي يكون فيها ما لا يرضى عنه الناس ممن آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا. لذلك يقول قائل العلماء من السلف الصالحين رضي الله عنهم أجمعين: إني لأعصي الله عز وجل فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي، أو قال وخادمي، لأن شؤم المعصية دليل، والله رب العالمين هو العدل، والله رب العالمين هو الحق، ويريد من المسلمين أن يكونوا كما بين ربنا جلت قدرته خير أمة أخرجت للناس، عليهم أن يعودوا إلى الله رب العالمين بالكلية مرجعين الأسباب الحقيقية لفشلهم وما هم فيه من تخلف وضاعة وذل ظاهر وخفي إلى ما كسبت قلوبهم وما اجترحت أيديهم وما أساءوا بأعمالهم وأقوالهم ونياتهم، حتى يجددوا النية والتوبة لله رب العالمين، وعندئذ يستحقون النصر من الله رب العالمين، ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم، كما قال الله جلت قدرته: ولا ينصرن الله من ينصره. فمن نصر الله رب العالمين بإقامة دينه والإقبال على كتابه والعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فله النصر، كما بين الله رب العالمين في محكم التنزيل: أليس الله بكاف عبده؟ وعلى قدر العبودية تكون الكفاية، فمن أتى بعبودية كاملة أعطاه الله كفاية كاملة، ومن أتى بعبودية ناقصة كانت الكفاية على قدر العبودية. فاللهم إنا نسألك عبودية خالصة لوجهك الكريم، وذلا صحيحا صريحا لوجهك الكريم، ونصرا مبينا لدينك العظيم وسنة نبيك الأمين، حتى نستحق النصر والفوز في الدنيا وفي الآخرة. أنت ولي ذلك والقادر عليه، وأنت على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله جلت قدرته بهذه السنن الكونية التي جعلها في الحياة يريد منا أن نبحث في أنفسنا وأن نفتش في ضمائرنا وأن ننظر حولنا في حيواتنا لنعرف أين يكمن الخلل. وإن نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلكم على أمر مما تفشى خطره بينكم، ونحن لا نلتفت إليه ولا نعرج عليه، بل لا ننظر إلى كونه كائنا في دنيا الله رب العالمين، هو عندنا كالمعدوم. وأما الله رب العالمين في محكم التنزيل فيبين خطره ويعظم شأنه ويهول خطبه لكي يلتفت من يلتفت ممن أنار الله رب العالمين بصيرته وهدى الله رب العالمين سريرته وأخذ الله رب العالمين بيده وقدمه حتى أقامه على الصراط المستقيم. الله رب العالمين يقول في محكم التنزيل: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل
ولن تجد لسنة الله تبديلا. لئن لم ينتهي المنافقون، وكان النسوة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن إلى الخلاء بليل لقضاء الحاجة، لأن الأمر في المدينة النبوية كان كما قالت عائشة رضوان الله عليها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في بيوتنا تلك الكنف التي تتخذها الأعاجم نعافها ونكرهها. فكنا النسوة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن إلى الخلاء بليل لقضاء الحاجة، فكان المنافقون يتعرضون للنسوة بالغمز واللمز والتعرض السيء الذي لا يليق، فشكى النسوة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنزل الله رب العالمين قوله مهددا متوعدا: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، أي مرض الشهوة، ممن يتبع نساء الأنصار اللاتي يخرجن لقضاء الحاجة بليل في الخلاء، والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة وهم أصحاب الشائعات الذين يقولون إن العدو سيهاجم المدينة بعد أيام، وإن السرية الفلانية التي أخرجها النبي إلى وجهة كذا قد أصابها العصب وقتلت تقتيلا، يشيعون التهاون والهوان والتخاذل في الصف المسلم، يبتغون بذلك إضعاف صفوف المسلمين، والمرجفون في المدينة من أصحاب الشائعات الكذبة الذين يفترون على الله الكذب، والذين يختلقون ما ليس له وجود في هذه الحياة. لنغرينك بهم، لنسلطنك عليهم، يقسم الله رب العالمين بذاته، لأن اللام في قوله تعالى لنغرينك بهم لام القسم، يعني بعزتي وجلالي لأغرينك بهم، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين مطرودين من مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واللعن هو الطرد من رحمة الله رب العالمين من مدينة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بما فيها من رحمات كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. ملعونين أينما ثقفوا، أينما وجدوا، أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله وسنة منصوبة على المصدرية، سمى الله رب العالمين ذلك سنة، ثم أضاف المصدر لفاعله فقال: سنة الله التي خلت في الذين خلوا، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. فهو أمر نافذ دائما وأبدا، الذين يروجون الشائعات في أمة النبي خير الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث المنام الطويل الذي رواه سمرة ابن جندب، الذي رواه سمرة ابن جندب رضي الله عنه بما أخرجه البخاري عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى في ليلة كأن آتيين أتيا، فأخذ بيده إلى الأرض المقدسة، ورأى النبي في ذلكم المنام وفي تلكم الرؤيا مرائي كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل مستلق لقفاه، وآخر قائم على رأسه، معه كلوب من حديد كمثل المنجل، وهو يشرشر شدقه لقفاه، ومنخره لقفاه، وعينه لقفاه، يفعل ذلك بجانب ثم يدور إلى الجانب الآخر، فيفعل ذلك بالجانب الآخر، يكون الجانب الأول قد التأم، فيعود فيفعل بالجانب الأول مثل ما فعل في المرة الأولى، يكون الجانب الثاني قد التأم. هذا العذاب الدائم في البرزخ لمن
لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أتى فأخذ بيده إلى هذا المقام فأراه ما رأى، فقال هذا الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، هذا عذابه في البرزخ إلى أن يقيم الله الساعة، ثم إن له بعد ذلك من العذاب في نار جهنم ما الله رب العالمين به عليم. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل فقيل يا رسول الله أيسرق المؤمن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قد يسرق المؤمن. فقيل يا رسول الله أويزني المؤمن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد يزني المؤمن. فقال السائل يا رسول الله أيكذب المؤمن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يكذب، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نسأل الله السلامة والعافية. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا على موطن خلل عظيم، ويحذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منفرا من أن يقع في مثله عبد مؤمن آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بئس مطية الرجل زعموا، بئس المطية يمتطيها الرجل لكي يصل إلى قول ما يقول مما لم يحقق لا سماعا ولا رؤية، على مثل ذلك فاشهد أو فدع، كأنك ترى الشمس في رائعة الضحى فعلى مثلها فاشهد أو فدع أو فاترك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بئس بئس داما يدم النبي صلى الله عليه وسلم ما من فعل ذلك، فيقول بئس مطية الرجل زعموا، وهي ما يقوله العامة ويرددونه والخاصة أيضا، إنهم يقولون ماذا يقولون؟ من هم هؤلاء الذين يقولون؟ أو قد رأيت هذا المقول بعينك؟ أو رأيت القائل في أم رأسك؟ أو نظرت إليه نظرا محققا؟ أو سمعته سماعا صادقا؟ لم يحدث من ذلك شيء، إنهم يقولون ويزعمون، أما النبي صلى الله عليه وسلم فيقول بئس مطية الرجل زعمه. بل في صحيح مسلم صحيحا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وفي رواية في مسلم أيضا كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. لقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم كذابا عريقا في الكذب، فقال كفى بالمرء كذبا أي حسبه وكافيه من الكذب، فقد تضلع منه تضلعا واكتفى منه كفاية، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. لا ينبغي لعبد مسلم أن يتورط في مثل هذا، بل ينبغي عليه أن يكون كلامه بمقدار، كما ينبغي أن تكون حركته بمقدار، لأن هذا هو لب العبادة لله الواحد القهار، والعبادة هي وظيفة الحياة، ما خلق الله رب العالمين الخلق إلا لعبادته. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عباد الله يريدنا أن نكون ناصحين للمسلمين لا غاشين له، وبخاصة إذا ما تعلق الغش والكذب والخيانة بأمر الدين. ففي صحيح مسلم رحمة الله عليه فيما أخرجه بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر يوما على صبورة طعام يبيعها بائع في سوق من أسواق المدينة، والصبورة هي الكومة المتجمعة المتراكمة من الطعام،
فمر النبي صلى الله عليه وسلم على بائع قد جمع شيئا من طعامه كومة كبيرة، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده في داخل الطعام فأصاب يده بلل في تلك الصبرة المتجمعة، فأخرج يده غاضبا صلى الله عليه وسلم وقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: يا رسول الله، أصابته السماء، يعني هو بلل من أثر مطر أصاب هذا الطعام المتجمع، ثم جاءت الريح فجففت ما هو ظاهر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فهلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غش فليس منا. وفي صحيح مسلم رحمة الله عليه أيضا: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. فانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، في حفنة من طعام قد لا تضر المسلم في ماله شيئا، وهي لا تضره في دينه، أي للمشتري لا تضر المشتري في دينه أبدا. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، من أجل حفنة من طعام أصابها بلل فيقول: من غشنا فليس منا. وانظر مقارنا، هدان الله وإياك، إلى من يغش عباد الله في دين الله رب العالمين، فكيف يكون حاله عند الله رب العالمين إذا كان الذي يغش في هذا الأمر الهين البسيط الذي لا قيمة له على الإطلاق ولا وزن؟ يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التورط في مثله، ثم يقول: إن من فعل ذلك ليس منا، ليس على طريقتنا، وليس متوجها إلى الوجهة التي نتوجه إليها بقلوبنا وأرواحنا من عبادة الله رب العالمين التي هي وظيفة الحياة. فانظر، هداني الله وإياك إلى سواء الصراط، وقارن هذا الفعل القليل في ظاهره بذلكم الأمر الجلل الذي يترتب عليه الغش في دين الله رب العالمين لعباد الله البسطاء المساكين المستضعفين، ممن يسلمون قلوبهم لمن أفتاهم ومن أقبل عليهم معلما. فاللهم سلم سلم وارحم، وأنت أرحم الراحمين. عباد الله، إن العبد المسلم ينبغي عليه أن يلتفت إلى لسانه فيحكمه، لأن هذا اللسان يورد المرء الموارد. وكان أبو بكر وهو من هو يمسك بلسان نفسه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. فإذا كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يقول ذلك، فكيف بمن حاله في حال أبي بكر كتفلة في بحر؟ لا والله، بل أقل. نسأل الله أن يرفعنا في الدنيا وفي الآخرة بالإيمان وبالعلم، وأن يبارك لنا جميعا في القرآن العظيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عباد الله، إن الشائعات أمر عظيم، ففيها من التزيد والكذب ما لا يرضاه الله رب العالمين ولا يقره شرع النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحال أبدا. وقد فعلت تلك الأكاذيب فعلها حتى في حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبيته، وفي أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحزبه. فإن النبي لما أمر المؤمنين بالهجرة إلى الحبشة، وبين مكة والحبشة مفاوز تتقطع دونها الأعناق وفيها من هم ونصب وتعب وغربة واغتراب واستلاب، ثم لما هاجر الأصحاب إلى النجاشي في الحبشة فكانوا عند ملك لا يظلم عنده أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءتهم شائعة فاجرة كاذبة ظالمة عاملة ناصبة، أن كفار قريش قد دخلوا في دين الله رب العالمين.
فهذا المهاجرة الأول من الهجرة الأولى للحبشة إلى مكة وفيها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أن كانوا على مشارفها تحققوا من الخبر، وإن كانت إلا شائعة، إن كانت إلا إشاعة ظالمة فاجرة، نسأل الله العافية. فمنهم من عاد وتأمل بعين قلبك، هداني الله وإياك سواء الصراط، كم من المشقة تكلفها أولئك الصح الكرام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عودتهم من الحبشة إلى مكة، ثم في إيابهم من مكة إلى الحبشة مع القهر ومع التكذيب الذي رأوه بعين قلوبهم من حال كفار قريش، وقد ضلوا على ما ضلوا عليه من عناد لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمنهم من عاد ومنهم من دخل فأصابه من الإيذاء ما كان فارا منه قبله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم إنه في غزوة أحد لما أشاع الكفار أن محمدا قد قتل صلى الله عليه وسلم، ألقى بعض الأصحاب سيوفهم ويأسوا من الحياة وقالوا ما نصنع وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفت ذلك في عضد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ منهم المبالغ، لولا أن سلم الله رب العالمين لكان لهم شأن أي شأن، نسأل الله السلامة والعافية. ثم شائعة ظالمة فاجرة عاملة ناصبة تطول بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعرضه، ويأمرنا الإسلام بانتهاج المنهج الحق عندما نسمع كلمة طائشة فاجرة تنال عرض مسلم وتقع على ذات عبد قد يكون صالحا أو صالحة، غير أن الإسلام لا يرضى الظلم أبدا ولا يقر إلا العدل والحق. فإما أن ترى بعيني رأسك أو تسمع بأذنيك، وإلا فلا تصدق، وإنما هو التكذيب. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعدنا بالوعد الحسن الجليل أن من ذب أي دفع عن عرض أخيه بظهر الغيب ذب الله رب العالمين، أو دفع الله رب العالمين عن عرضه، وفي رواية دفع الله النار عن وجهه يوم القيامة. من دفع عن أخيه بظهر الغيب، فقال هذا أمر لا يليق. ولكن المنافقين على عهد النبي قوم لا ينقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فقالوا بألسنتهم الدنسة بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وولغوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم بقالة السوء. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وهو كبيرهم ومقدمهم عبد الله بن أبي بن سلول، لا رحم الله فيه مغرس إبرة، فهو شيخ المنافقين غير مدافع، وهو زعيم المنافقين غير منازع، نسأل الله السلامة والعافية. ثم يأمرنا الله رب العالمين بالمنهج الحق في التعامل مع الأكاذيب والشائعات. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا إفك عظيم. الله رب العالمين يأمرنا إذا ما سمعنا شائعة من الشائعات أو جاءت لآذاننا أكذوبة من الأكاذيب أن نطالب أنفسنا بالدليل الوجداني الباطني فنستفتي فيها القلوب، أو يمكن أن يحدث هذا من هذا؟ أو يمكن أن يأتي هذا الكذب الصراح منطبقا على هذا الشخص بذاته بعينه، أو على هذه الأمة، أو على هذا المجتمع، أو على هذه المدينة، أو على هذا الحي، أو على هذه القرية؟ أم أن هذا محض اختلاف؟ ثم نغلب الظن الخير الصحيح. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، فيطالب المرء نفسه بالدليل الوجداني الباطني
كما أن القالة لما انتشرت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووقع من وقع في عرض عائشة المطهرة الطاهرة التي هي أطهر من ماء السماء رضوان الله عليها وعلى أبيها، عائشة التي كان التراب الذي تطأه بنعلها أطهر من ذوات الذين اختلقوا ما اختلقوا، سبحان الله، بل لا يمكن أن يقارن نعل عائشة بأمثال هذه الذوات النجسة في حال أبدا، لأنهم لا أذن لهم عند الله رب العالمين. لما استمرأ القوم هذا الخوف من المنافقين، من المرجفين، من الذين يتقولون ويشيعون الشائعات في الصف المسلم والمجتمع الذي ألقى زمامه لله رب العالمين لتفتيت الصف وتشتيت الشمس وحمل الناس بالعداوة بعضهم على بعض، نسأل الله السلامة والعافية، أبو أيوب الأنصاري يجلس مع أم أيوب رضي الله عنه وعنها، فتقول: يا أبا أيوب، وما سمعت بما يتكلم به الناس من شأن عائشة وصفوان؟ فقال: وأنت يا أم أيوب، لو أنك كنت مكان عائشة أو كنت فاعلة؟ قالت: هيهات، هيهات أن أفعل مثل هذا الفعل بحال أبدا، تموت الحرة ولا تأكل بثدييها. فقال: فعائشة خير منك وصفوان خير مني، وأنا لو كنت مكان صفوان والله ما رفعت عيني لعائشة وما ملأت عيني من سواد عائشة ولا من أثر عائشة، وكيف وهي أمي رضوان الله عليها. فهذا هو الدليل الوجداني الباطني البرهان القائم في النفس. ثم يطالبنا الله رب العالمين بالدليل القاطع القائم بالبرهان الواضح: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ثم تأتي الشهادة البينة على ما سمعنا، إن جاءت الشهادة صريحة قاطعة نصدق ولا مجال للتكذيب، وإذا لم تأتي الشهادة بشروطها وأركانها فلنضرب بالكلام عرض الحائط ولنجعله تحت مواطئ أقدامنا. عباد الله، إن أمر اللسان عظيم، فأمسكوا ألسنتكم إلا عن خير من تحميد ربكم والتهليل لربكم والدعاء لمليككم والصلاة على نبيكم والدعوة إلى الخير والتلاوة لكتاب الله رب العالمين وما عدا ذلك وما دار في فلك ذلك فكله باطل ملعون، كما أخبر النبي الميمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. فحذار أخي الحبيب أن تكون الخامسة فتهلك. أسأل الله لي ولك السلامة والعافية. اللهم سلم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، طهر ألسنتنا من الكذب، طهر ألسنتنا من الكذب، طهر أعيننا من الخيانة، طهر أعيننا من الخيانة، طهر أعيننا من الخيانة، طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من النفاق، طهر جوارحنا من الرياء، طهر جوارحنا من الرياء. اللهم إنا نسألك الإخلاص، نسألك الإخلاص، نسألك الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص. اللهم أقمنا أدلة عليك وهداة إليك ومرشدين إلى سبيلك برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين، ارحمنا يا أرحم الراحمين، ارحمنا. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك وارزقنا حبك وحب من يحبك وحب شيء يقربنا إلى حبك، واجمعنا مع النبي في الفردوس الأعلى من الجنة. يا أكرم الأكرمين أكرمنا ولا تهنا، أكرمنا ولا تهنا، أكرمنا ولا تهنا، أكرمنا ولا تهنا، أكرمنا ولا تهنا،
آثرنا ولا تؤثر علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، كلنا ولا تكن علينا، اللهم كلنا ولا تكن علينا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطية، وإنا لا نثق إلا برحمتك، لا نثق إلا برحمتك، لا نثق إلا برحمتك، لا نثق إلا برحمتك، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين، بارك لنا في القرآن العظيم، 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 ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وانطقنا عند الممات بلا إله إلا الله، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واحشرنا في زمرة النبي الأمين، ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، وحد صفوف المسلمين، وحد صفوف المسلمين، استر عورات المسلمين، آمن روعات المسلمين، احقن دماء المسلمين، اللهم اهد المسلمين حكاما ومحكومين، اللهم اهد المسلمين حكاما ومحكومين، اللهم اهد المسلمين حكاما ومحكومين، اللهم وفق المسلمين حكاما ومحكومين، اللهم وفق المسلمين حكاما ومحكومين، اللهم استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، واحقن دماء المسلمين، اللهم طهر فروج المسلمين من الزنا، طهر فروج المسلمين من الزنا، وطهر أعين المسلمين من الخيانة، وطهر ألسنة المسلمين من الكذب ومن الغيبة ومن النميمة ومن الشائعات المغرضات، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا مغيث المستغيثين أغثنا، اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، اللهم إنا نسألك لا من باب أعمالنا ولا من باب أقوالنا ولا من باب نياتنا، ولكن من باب ذلتنا لوجهك الكريم، اللهم بذلتنا إليك وعزتك عنا خذ بأيدينا إليك، جئناك من باب رحمتك فلا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، احسن لنا الختام يا كريم، احسن لنا الختام يا كريم، احسن لنا الختام يا كريم، هون علينا سكرات الموت، هون علينا سكرات الموت، هون علينا سكرات الموت، نعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر وعذاب النار، نعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر وعذاب النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، لا صبر لنا على مس النار، فأعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا من النار، واكتب لنا البراءة من النار، يا عزيز يا غفار، اكتب لنا البراءة من النار، وانزلنا الفردوس الأعلى بغير حساب، يا كريم يا وهاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، أغثنا بغياثك يا مغيث، يا مغيث المستغيثين أغثنا، وتب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، قد ترى مكاننا وتبصر أحوالنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، فعاملنا بالإحسان، عاملنا بالإحسان،
عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. نحن أهل الفجور والعصيان، نحن أهل التولي والبهتان. اعترفنا بذنوبنا وأقررنا بآثامنا ورجعنا إليك منيبين. فلا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. هب المسيئين منا للمحسنين، هب المسيئين منا للمحسنين، هب المسيئين منا للمحسنين، هب المسيئين منا للمحسنين. وآت محسننا سؤله يا جواد يا كريم يا واصل المنقطعين، وصلنا إليك ولا تقطعنا بالأغيار عنك. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. لوتت صفحاتنا السيئات ودنست صفحاتنا الآثام، وأنت البر الجواد الكريم الصبور يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم. خذ بأيدينا إليك واغفر لنا ذنوبنا وآثامنا يا الله، اغفر لنا ذنوبنا وآثامنا يا الله، وبدل سيئاتنا حسنات يا جواد يا كريم. احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء. اللهم احملنا إلى بلدك الحرام حجاجا ومعتمرين، احملنا إلى بلدك الحرام حجاجا ومعتمرين، احملنا إلى بلدك الحرام حجاجا ومعتمرين، ومقيمين مجاورين، ومجتمعين على صعيد عرفات سائلينك يا الله، يا عليم يا حكيم يا علي يا عظيم يا أرحم الراحمين. أن تبدل سيئاتنا حسنات، وأن تعفو عنا فيما مضى، وأن توفقنا فيما هو آت. وصلى الله وسلم على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عباد الله، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا وأن يعافي مرضانا وأن يعافي مرضى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء وخيبة الرجاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. عباد الله، إن الأمر الذي كنا بصدده لأمر جليل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يحذر من أن تشيع القالة وتشيع الفاحشة لقالة السوء في المسلمين، عندما يحذر من أمر يهدد كيان المسلمين في ذاته، والله رب العالمين سبحانه يحذر من هذا الأمر أيضا بما جعل من أمر عائشة الطاهرة المطهرة رضوان الله عليها وعلى أبيها. ثم يبين أن من كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن تلقف القول الذي قاله شيخ المنافقين وأشاعه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي مجتمع المدينة، يبين أنهم كانوا لا يمرون القول على آذانه ولا يفكرون فيه بعقوله، إذ تلقونه بألسنتكم، فكأنما تتلقاه الألسن لسان عن لسان من غير أن يمر على العقول وعلى الآذان، ومن غير أن يفكر فيه إنسان. فلا ينبغي علينا أن نكون كذلك، لأن الله رب العالمين لا يرضى لنا ذلك، وعلينا أن نجتهد في التخلص من كل آفات اللسان، من الكذب ومن الغيبة ومن النميمة ومن الخوض في الباطل ومن الكلام في المباح الذي لا يتأتى منه خير، لأن من تكلم في المباح فأضاع رأس ماله الذي هو العمر، وضيع ساعاته بل ثواني دقائق أيامه. من فعل ذلك فشأنه كشأن من هو قادر على التقاط ذرة فأخذ بدلا منها بعرة، لأنه أنفق رأس ماله فيما لا له ولا عليه. نسأل الله السلامة والعافية.
ولأن إبراهيم عليه السلام لما لقي النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المعراج في ليلة المعراج قال يا محمد أبلغ أمتك أو أقرئ أمتك مني السلام، وعلى إبراهيم السلام من ربنا ورحمة الله وبركاته، أن إبراهيم يبلغنا السلام على لسان النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أبلغ أمتك السلام وبلغهم أن الجنة قيعان، جمع قاع، والقاع هو الأرض المستويات الفلات التي لا شيء فيها، وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهي الباقيات الصالحات. من قال هكذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرة غرست له في الجنة نخلة. يقول الإمام الكبير ابن الجوزي رحمة الله عليه: فيا لله العجب، كم ضيعنا من نخل في الجنة، بما أنفقنا من أوقات كنا نستطيع فيها أن نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أقسم بالله غير مضطر ولا حانس، يقينا على صدق النبي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، أن من كان منا من أهل الجنة وقال هذه المقولة الآن غرست له الآن في الجنة نخلة. من الذي أخبر بذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلينا أن نلتفت إلى هذا اللسان، فإنه سبع إذا ما أطلقناه كاد أن يلتهمنا من المراء والخصام والعجب والخوض في أعراض الناس وإشاعة الشائعات في أعراض المسلمين في مجتمع المسلمين في الباطل الذي ربما ترتب عليه حد في ظهر الأبعد. والشافعي رحمة الله عليه في مذهبه القديم أن من قذف قرية كاملة فقال إن رجال هذه القرية أو نساء هذه القرية أو أهل هذه القرية ممن يرتكبون الفاحشة ولو بالتعريض بالكناية، فيلزمه حد قذف 80 جلدة في ظهره بعدد رجال ونساء القرية ولو بلغت ما بلغ. فلما نزل مصر رضي الله عنه وأرضاه يبدو أنه وجد أن هذا الأمر قد تفشى تفشيا فيها عظيما، فغير ذلك في مذهبه الجديد رحمة الله عليه. ففي الجديد عند الشافعي أن من قذف أهل قرية رجالا أو نساء، وخلاف في من لم يبلغ الحلم بعد من الصبية بنين وبنات، من قذف أهل قرية أو أهل محلة فإنه يجلد بذلك القذف مرة واحدة 80 جلدة حد في ظهر الأبعد ويسمى فاسقا. فعندما يمر علينا نقول هذا جاء الفاسق، ذهب الفاسق، هذا هو الفاسق، قال الفاسق، تكلم الفاسق، راح الفاسق، جاء الفاسق، نسأل الله السلامة والعافية ولا نقبل له شهادة أبدا كما بين الله رب العالمين في محكم التنزيل. فعلينا أن نلتفت إلى هذا اللسان، فإنه سبع إذا أطلقناه كاد أن يلتهمنا. علينا أن نضع هذا اللسان فيما ينبغي أن يكون من أمر العبادة التي هي وظيفة الحياة التي ما خلقنا الله إلا لأجلها، كما بين الله رب العالمين في محكم التنزيل: لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وأما بعد ذلك فأمر النجوى لا خير فيه، بنص كلام ربنا جلت قدرته. علينا أن نكون من القليل عباد الله، فإن الكثرة مذمومة في دين الله رب العالمين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، بل أكثر من في الأرض بنص القرآن العظيم ضال مضل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولا يمكن أن يضلك عن سبيل الله إلا إذا كان قد ضل في نفسه فهو ضال بدءا. ليس كل ضال مضلا، ولكن كل مضل ضالا بالضرورة، لأنه لكي يضل غيره لابد أن يضل أولا. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فعلينا أن نكون من القليل، وقليل من عبادي الشكور، اللهم اجعلنا من القليل يا رب العالمين. وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما، اللهم اجعلنا من القليل يا أرحم الراحمين. فعلينا أن نجتهد عباد الله في إمساك ألسنتنا، وأن نأخذ بالميزان الذي وضعه الله رب العالمين في محكم التنزيل للتعامل مع الشائعات والأكاذيب. فأي إنسان يأتي إليك بخبر في حق أخي من إخوانك، أعلم أن من نم لك نم عليك،
وأن من نقل إليك نقل عنك. الذي يأتيك بالنميمة يذهب بالنميمة عليك، والذي ينقل إليك الكلام لابد أن ينقل عنك الكلام. فمن نم لك نم عليك، ومن نقل لك نقل عنك بالضرورة لا محالة. ولذلك جعل الله رب العالمين أمر النمامين القتاتين المرجفين الذين يأخذون بالشائعات في دنيا الناس إفسادا للأواصر الحميمة التي ينبغي أن تكون بين الإخوة عباد الله من عباد الرحمن من المسلمين الأخيار الذين يفعلون ذلك. يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ديوث ولا قتات، لا يدخل الجنة نمام. الذي ينقل الكلام على سبيل الإفساد لا يدخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حرم الله الجنة على القتات، على النمام وعلى الديوث الذي يعرف العيب في أهله ويسكت عليه. نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا عباد الله أن نتعامل بهذا الميزان الرباني والمنهج النبوي المصطفوي